أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرأة الحائض يصح العقد عليها؟ نعم، يصح العقد على المرأة الحائض. المحرم هو الوطء، الوطء فقط، أما العقد والخطبة فلا بأس بذلك، إلا إذا كانت في العدة. إذا كانت في العدة، إذا كان الحيض من العدة من القروء، فلا يجوز خطبتها ولا العقد عليها. نعم.